تعالى ممكن تنزله سنة بس سنة. ديمقراطية مرعية، إنما هي الأوامر والأوامر وفقط، والخطط المرسلة عبر الإيميلات ليس إلا. ولكن مصر أخر عنها الصادق صلى الله عليه وسلم فقال للأمة وليس للمصريين: ستفتح عليكم مصر، تفتح عليكم مصر، وهي بلد يسمى فيها النيران، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصهرة. سيبقى هذا البلد فتحا على الإسلام والمسلمين ومصرا لأمة محمد أجمعين. ما جئنا هنا لنحمل راية حزب أو نتحدث عن مشروع مؤسسة، وإنما جئنا جميعا لنؤدي الواجب الذي في القتلة وأضاع دم الثوار الذين أسأل الله العظيم أن يتقبلهم في الشهداء. سالت دماؤهم على هذا التراب الطاهر لتنعم أنت بالحرية. استغفروه يغفر لكم، وعلى موعد قريب للاحتفال ان شاء الله في هذا المكان بشرع الله عز وجل. واقم الصلاة. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الشعب يريد تطهير الخضاء.